ألوان هاي الدنيا ألوان، ألوان هاي الدنيا ألوان، كل صفحة قدر ترسم لك صور، بصنا في البشر هاي الدنيا ألوان. القصة آثار تمهل في النظار، تأمل في العبار، هاي الدنيا ألوان. سمعك والبصر في ليل السحر، لك يضوي القمر، هاي الدنيا ألوان. إذا قلت لأحد أو اشتكيت تروح فيها إعدام، فاهم؟ هذا عمي لازم اشوف له حل. مصخه الصراحه. وش عنده؟ امس جاي البيت ومشوش ابوي علي. على شنو؟ بيت حجي منصور باقينه. روح حقق يا ولد وطلع الحق منه بعد. هذا بعد ما ادري وش اقول. هذا عمك سوسه. هذا اذيه وياه. ابوي بعد ما قصر وياي. تحقيق طويل وعريض. خوش شي. صدق مو منك؟ انا سمعت بالسالفه قلت هذا اكيد منك. يلا خذ بعد. انا افتكيت من ابوي وطلع لي هذا. ايه بس انت قبل سنتين طبيت الحج منصور، نسيت لو اذكرك. قبل سنتين مو قبل يومين. اوه زين، يعني تبت ها؟ ايه على يدك. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا. ليش ما تمر صوب المسجد؟ وايش يعني طوف صوب المسجد؟ تباني انزلك تصلي بهما؟ روح صوب المسجد، بلت في الزيادة. ها حج بلال، لحين خاطرك تصير مؤذن؟ دون الواحد ما يقول لكم شيء. وقفنا وقفنا خلنا نروح البيت، وقفنا. ما قلنا شيء، مو طالع فيه انت مؤذن؟
يلا سمعنا صوتك بلال. يلا يلا خاطرنا نسمع. انتم مو وجهذان عشان اسمعكم. يلا اكل حوت النشيط وقعد. بهالمناسبة نباك سمعنا صوتك الحلو. وش فيكم شباب؟ لا حد يزعل، حلوين. حسام. هلا ابوي. شخبارك ابوي؟ الحمد لله يا ولدي بخير. تأمرنا على شيء؟ لا ما امر على شيء. أذن المؤذن. تحمل بروحك يا ولدي. ان شاء الله. شكلها ابوي حاس ان انا ما اصلي، وانا عمري ما رحت المسجد ولا قط شافني اصلي في البيت. اكيد بشك. شكله زعلان مني، يبين من عيونه. من زمان ما فرشت هالسجادة، بس انا عندي اعمال واجد سويتها، وانا عندي اشياء واجد زينة. اتصدق، اساعد الناس، وعندي حسنات ما شاء الله عليها. وبهالطريقة لو جيت احسب بتكون حسناتي اكثر من سيئاتي. وكفاية بر الوالدين واحترامي ليهم، وكل هذا ما يعوضني عن حسنات الصلاة؟ اكيد يعوض. ها الزعيم، الرجال الحين ينتظر الوعد وانت الحين ما سلمتنا. صاحب كذاب. كذاب ليش؟ ليش؟ انا متفق وياه على السعر وان البضاعة ما تترجع، وهو رجعها، والحين يوم صارت البضاعة في ايدي بيطبب من سعرها ويباها بسعر اقل. خوك انت معاملك كذي، والكل يتفاوض على السعر. معاملة وش؟ هذه مي معاملتي، اقول لصاحبك يدور واحد غيري. مشكل شايف روحه؟ ليش وش مسوينه؟ أنا ما حد يطيقني في هالديرة. مو مني، أنا واجد حاولت أغير في نفسي بس ما قدرت. كل شي خطأ كنت أسويه ما قدرت أتركه. خلاص أنا كذي، لازم الناس تفهم إن الله خلقني كذي، ما أقدر أتغير. البلاوي اللي على راسي ما تنعد، شلون أتوب؟ شلون أتغير؟ أنا باب التوبة اتسكر في وجهي. خلاص إن كان ما يجي لي الحين ويروي راسي. أنا مو ناقص نصايح. هلا ابن عم، وإيش أخبارك؟ هلا هلا ابن الخال. هذا رجال غريب، قلبه أبيض، ما يعقد على أحد، بس ساعات أحس ممل دا ينصح، وما يهد الواحد إلا إذا لوع كبده. لا حول الله، هذا أكيد هم اللي مارين. هذول وين بيعتدلون؟ هذا إذا صاب الركب السيكل هذول بيعتدلون. لا حول الله. إلى متى بضل يا الربع؟ ما وراهم إلا البلاوي. أنا متى بتغير؟ ليش يعني أتغير؟ وأصلاً وش في حياتي؟ هل حياتي صارين إن سيارتي آخر موديل؟ صارين حياتي الحين جاي النش. دقائق بس، دقائق.
حسامه راسي يدور. سلامة راسك يا الزعيم. وانت ما تترك عنك هالحكي. وثاني شي تعال بقول لك، وين عزيمة القهوة اللي وعدتنا بها؟ اركد اركد، صدقت بعد؟ انا اكثر واحد فيكم مفلس. ايه مبين. اشرب وانسى الهم. في دمك يعني وين انسى الهم؟ توي جاي من البيت وابوي واخوي مسندريني. انت متى بتعقل؟ فشلتنا، فضحتنا في كل مكان. وانا وش مسوي بعد؟ وش مسوي؟ حتى البنية اللي تقدمت لها اخر مرة رفضتني. احسن افتكت منك. اسمع يا ابوي وش يقول. انت ايش فيك ما تفهم؟ وانا وش دخلني فيه؟ وفي عرسه ان شاء الله ما عرس. كل ما سألوا عني وعرفوا انك اخوي يرفضوني طيحت سمعتي في الارض. لا بارك الله فيك. وثانيش انت ما عليك مني، لو انت زين ما رفضوك. اما انت الصدق فلة، قلت لك انت الزعيم. يا الخال لا حين عندك امل فيهم؟ الامل بالله يا خال. كلامك جميل بس ما اظن ينصلحون. شلون تحكم عليهم انهم ما بينصلحون؟ ناس عايشين كل شبابهم منحرفين في وسط ناس مؤمنه، ولا وفوق هذا ان اهلهم ملتزمين، وتبيني اعذرهم؟ لا تحكم على الناس بهالطريقه. رب العالمين يفتح ابواب التوبه لكل الناس. ما تدري انا ما اشك في رحمه الله، بس هالشباب ما اظن ينصلحون. هلا الزعيم. اوكي جاي هناك. خايف على الفراري يعني؟ اوكي اوكي يلا يلا باي باي. وين ما أروح يجي، إن شاء الله ما يجي ويغربلني بمحاضراته. هلا بالغالي. هلا هلا بن خالي. شكلك تنتظر أحد. إيه انتظر محمد، ماخذ سيارتي وصار لي ساعة ولا حين ما رجع. إيه محمد الحمد لله بخير، الأيام شوي تعبان، أحس صحتي مو زينة، وبعد فوق هذا متضايق متعكر مزاجي. قلت أجي عند البحر أفضفض شوي. إي والله يا ابن خالي البحر يسمع الهموم. مو بس البحر يسمع الهموم يا ابن عمه، حتى الناس الطيبة اللي مثلك تسمع هموم الناس. والله هذا من طيبك يا ابن الخال. أنا متضايق يا عادل، أشوف أخطاء واجد في المجتمع والكل يتغاضى عنها. خلاص له انت ماشي. واشوف الشباب عايشين عالم غير الدرب الصح. ايه صح كلامك. اللي بقول لك شو اخبار خالي من زمان ما تشوفه. الحمد لله بخير، بس ما قلت لي يا عادل. بل بل بل. ما تحس ان جل وقت اللي احنا لازم نتخذ فيه قرار ان احنا نتغير؟ ايه هذا بليس من صاحبته وأنا تارك صلاتي وما في شيء عدل في حياتي. محمد الحق على الزعيم، روح له بسرعة. والصاير قاعد ويا سلمان يعطي المحاضرات الزينة، وإذا طول بتكون أنت الضحية. مو كفو، لا أنت ولا هو. أنا وش دخلني؟ إذا مالك دخل عجل ليش متصل لي؟ ما أدري وش قاعد يسوي. حتى لحظة اللي بغيت أصلي فيها طلع لي في النص.
عموما يا ابن عمه هذا اللي كنت انا ابغي اقوله. مشكور مشكور يا الطيب. واسمح لي اذا ازعجتك او طولت عليك. لا لا عادي كلش ما فيها شيء. وين انت؟ وين رحت بالسيارة؟ صادني ظرف شوي، ما عليه اعذرني. وإذا لمست السيارة ومشيتها مرة ثانية بقصيدك، سمع؟ اسكت اسكت، لا تطلع حرك فيي. لو انت رجال كان رديت عليه، مو قاعد يهزئ فيك وسوي روحه ينصح فيك وانت ساكت. انا مو رجال؟ عجل منو الرجال؟ لا مو رجال، واذا صرت رجال تعال كلمني. هزولت، انا مو رجال لكن براويك. أنا من سنين ما تهاوشت يا ربعي، يوم اللي قعدت ويها السلمان سوى لي مشاكل، كان المفروض أرد عليه، إيه المفروض أرد عليه وأقول له لا تتدخل في تصرفاتي وما عليك إلا من نفسك. أنا بكرة بقول له السلمان، شوف يا سلمان كلامك كله فاضي، إيه أنا رجال لا تحاول، أنت وش دخلك في حياتي؟ انت من اللي طلب نصيحتك اصلا؟ وثاني شيء انا مقتنع من نفسي، انا رجال عندي ثقه في نفسي. محمد اللي سويته امس مو صح. روح انت عني بعد. بس انت متاخر على الرجال وبعد قاط عليك كلام غلط. بس بصراحه عادل ما له حل، اقول لك هو يسمع نصايح سلمان اقول لك صاير اليف. أحسنت رحم الله والديك، أجرنا وأجركم. وش صاير؟ سلمان ابن خالنا توفى، بس نام الليل والصبح بيقعدونا ما قعد. على راسي ما تنعد، شلون أتوب؟ شلون أتغير؟ أنا باب التوبة اتسكر في وجهي. ما في إنسان يؤمن بالله وما يقدر يتغير. بس أنا عندي أعمال واجد سويتها وعندي حسنات ما شاء الله عليها. حسام حاسب، الله بيحاسبنا على كل شيء. هذا بليس من صاحبته وأنا تارك صلاتي وما في شيء عدل في حياتي. الإنسان لما يكون صادق مع الله الله يسهل عليه كل الأمور. ليش يعني أتغير؟ وأصلاً وش في حياتي؟ الإنسان ما يدري في أي لحظة يروح، لازم يكون مستعد. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ألوان هاي الدنيا ألوان، ألوان هاي الدنيا ألوان، كل صفحة قدر ترسم لك صور، بصنا في البشر هاي الدنيا ألوان. إذا يروي الدهر حكايات السماء، تلاقي بكل سطر هاي الدنيا ألوان. تمهل في النظار، تأمل في العبار هاي الدنيا ألوان. سمعك والبصر في ليل السحر، لك يضوي القمر هاي الدنيا ألوان.